السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي، أهلا بيكم ودرس جديد من دروس مادة اللغة العربية. درسنا النهاردة بعنوان الوادي الجديد. هنفتح مع بعض الكتاب المدرسي صفحة 19 ونبدأ في قراءة الدرس. الوادي الجديد. تقع محافظة الوادي الجديد في غرب مصر بالصحراء الغربية، وجوها حار صيفا دافئ شتاء، ولا تسقط عليها أمطار إلا نادرا، وبها آثار كثيرة مثل معبد هبتس، وأماكن جذابة مثل جبل الكريستال. تمت زراعتها على مياه الآبار فأصبح اسمها الوادي الجديد، ويوجد بها بحر الرمال العظيم، وهو مساحة كبيرة جدا من الرمال الناعمة. درسنا النهاردة بيتكلم عن محافظة من محافظات مصر، وهي محافظة الوادي الجديد. مصر دولة بتنقسم لعدد كبير جدا من المحافظات، مثل محافظة القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، سوهاج، لكن اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هي محافظة الوادي الجديد. طب يعني ايه وادي؟ الوادي عبارة عن أرض بتقع بين مجموعة من الجبال أو التلال ويجري بها الماء. الوادي الجمع ايه؟ الوديان والأودية، أحسنتم. والوادي لام قمرية تكتب وتنطق وحروفها كلها مجموعة في جملة جحا غبي فك مخه وقع. الوادي مد ألف ومد ياء، والجديد أيضا لام قمرية ومعناها الحديث والمضاد القديم. أي كلمة تبدأ بالعلامة من علامات الاسم أحسنتم. تقع بمعنى توجد. تقع محافظة الوادي الجديد في غرب مصر بالصحراء الغربية. أين توجد محافظة الوادي الجديد؟ في غرب مصر. أنا قلت عندي كل دولة بتبقى مقسمة لمجموعة من الاتجاهات، والخريطة نفسها بتتقسم لمجموعة من الاتجاهات، شمال وشرق وغرب وجنوب. طيب محافظة الوادي الجديد في أي اتجاه بالظبط؟ في غرب مصر. فين تحديدا في غرب مصر؟ في مكان اسمه الصحراء الغربية. طيب فعل، تقع فعل ايه؟ مضارع. ومحافظة جمع محافظة، محافظات، ومحافظة مد ألف وآخرها تاء مربوطة، إذن هي علامة من علامات الاسم. في حرف من حروف الجر وحروف الجر من إلى عن على، في والكاف واللام والباء. تقع المحافظة في غرب مصر بالصحراء الغربية. بي حرف جر، وقلنا حروف الجر تدخل على الكلمة تحمل فيها إيه؟ تكسرها. الصحراء إي. ها والصحراء لام شمسية تكتب ولا تنطق، والجمع صحاري. الغربية لام قمرية، وجوها حار صيفا دافئ شتاء. كل الجملة آخرها إيه؟ تنوين. حار دافئ تنوين بالضم، وصيفا وشتاء تنوين بالفتح، وده علامة من علامات الاسم. ومضاد شتاء صيف، أحسنتم. ويعني إيه دافئ؟ دافئ يعني لا هو شديد الحرارة، حرارته مش مرتفعة جدا، ولا هو شديد البرودة، الجو معتدل. جو إيه؟ معتدل. يبقى محافظة الوادي الجديد جوها حار في الصيف ودافئ ومعتدل في الشتاء. ولا تسقط عليها أمطار إلا نادرا، لا تتساقط ولا تهطل عليها الأمطار إلا نادرا، قليلا جدا لما بتنزل وتتساقط عليها الأمطار. الواو حرف من حروف العطف، الواو وفاء وثم، لا تسقط، قلنا أسلوب إيه؟ نفي، ما بتسقطش عليها الأمطار إلا نادرا، إلا قليلا جدا. أمطار تنوين بالضم وهي مد ألف، أحسنتم، والحرف الممدود الطاء، ونادرا تنوين بالفتح ومد ألف والحرف الممدود النون. هذه المحافظة لها مميزات. إيه هي؟ بها آثار كثيرة، فيها آثار كثيرة وبالتالي بتجلب السياح إليها. طب آثار كثيرة مثل إيه؟ معبد هبتس، معبد اسمه هبتس، وأماكن جذابة، جذابة بمعنى جميلة، مثل إيه؟
جبل الكريستال، بيبقى شبه الكريستال جدا فسميناه جبل الكريستال. آثار تنوين بالضم، كثيرة تنوين بالضم، علامة من علامات الاسم، ومضاد كثيرة قليلة وأيضا بها مد بالياء. آثار كثيرة مثل بمعنى شبه، معبد جمع معبد، معابد اسم المعبد، هبتس أحسنتم، وأماكن جذابة مثل إيه؟ جبل الكريستال جمع جبل، جبال الكريستال لأن نطقت وكتبت، إذن هي لام قمرية. تمت زراعة هذه المنطقة، تمت زراعتها على أساس إيه أو على إيه باستخدام إيه؟ على مياه الآبار. تمت زراعة منطقة الوادي الجديد على مياه الآبار. يعني إيه الآبار؟ الآبار عبارة عن بئر بيتم حفره بعمق كبير جدا لحد ما نوصل للمياه الجوفية. يبقى يعني إيه آبار؟ هو عبارة عن بئر بيتم حفره بعمق كبير جدا تحت الأرض لحد ما نوصل للمياه الجوفية ونستخرجها. يبقى تمت زراعة هذه المحافظة وهذه المنطقة باستخدام مياه الآبار على حرف من حروف الجر وآخرها ألف، لينة تنطق ألف وتكتب ياء. الآبار لام قمرية، ممتازين. فأصبح هاء الفاء حرف من حروف العطف، فأصبح اسمها الوادي الجديد. أصبح اسم المحافظة إيه؟ الوادي الجديد. ويوجد بها بحر الرمال العظيم. يوجد نوعه اسم ولا فعل؟ فعل أحسنتم، ونوعه فعل مضارع. يوجد بها بحر الرمال العظيم. الرمال لام شمسية تكتب ولا تنطق، ودايما الحروف بتاعتها مشددة. شايفين اختلاف النطق؟ العظيم نطقت اللام وكتبتها، إذن هي لام قمرية وبها مد ياء. طب ايه هو بحر الرمال العظيم؟ عمالة يميس تقولي بحر الرمال، بحر الرمال العظيم. هو عبارة عن مساحة كبيرة جدا، واسعة جدا، ضخمة جدا من الرمال الناعمة شديدة النعومة. يبقى ايه هي ابرز الاثار والاماكن الجذابة اللي بتجلب السياح لهذه المحافظة؟ واحد، معبد هبتس. اتنين، جبل الكريستال. وقلنا ايه كمان؟ تلاتة، بحر الرمال العظيم، وهو عبارة عن مساحة كبيرة وواسعة وضخمة جدا من الرمال الناعمة. هو ضمير من ضمائر الغائب، ممتازين، للمفرد المذكر. مساحة كبيرة، ها كبيرة مدياء، احسنتم، كبيرة جدا جدا، اخرها تنوين بالفتح، من حرف من حروف الجر، الرمال، لام شمسية تكتب ولا تنطق، الناعمة أيضا لام شمسية ضدها الخشنة. ودلوقتي هننتقل مع بعض إلى قراءة جدول المفردات. الكلمة ومرادفها أو الكلمة ومعناها: تقع، توجد، جذابة، جميلة، نادرا، قليلا، الآبار، حفر يخرج منها الماء أو بئر بيخرج منها الماء، وادي، أرض بين جبال أو تلال يجري بها الماء. المفرد والجمع: محافظة، محافظات، مساحة، مساحات، الصحراء، الصحاري، الوادي، الوديان أو الأودية، البئر، الآبار. الكلمة ومضادها: حار، بارد، كثيرة، قليلة، صيفا، شتاء، الناعمة، الخشنة. حار، بارد. التقويم: أين تقع محافظة الوادي الجديد؟ أحسنتم، تقع محافظة الوادي الجديد في غرب مصر بالصحراء الغربية. صف جو محافظة الوادي الجديد صيفا وشتاء. جوها حار صيفا، دافئ شتاء، ولا تسقط عليها أمطار إلا نادرا. أذكر بعض المعابد والأماكن الجذابة في محافظة الوادي الجديد. بها آثار كثيرة مثل معبد هبتس، وأماكن جذابة مثل جبل الكريستال. على ماذا تعتمد الزراعة في محافظة الوادي الجديد؟ تعتمد الزراعة في محافظة الوادي الجديد على مياه الآبار.
ما بحر الرمال العظيم؟ ها ممتازين، بحر الرمال العظيم هو مساحة كبيرة جدا من الرمال الناعمة. ودلوقتي هننتقل مع بعض إلى التدريبات. اقرأ ثم أجب. تقع محافظة الوادي الجديد في غرب مصر بالصحراء الغربية، وجوها حار صيفا دافئ شتاء، ولا تسقط عليها أمطار إلا نادرا. أين تقع محافظة الوادي الجديد؟ ممتازين، تقع محافظة الوادي الجديد غرب مصر بالصحراء الغربية. صف جو محافظة الوادي الجديد صيفا وشتاء. ها محافظة الوادي الجديد جوها حار صيفا دافئ شتاء. اختر الإجابة الصحيحة. معنى نادرا، قليلا، مضاد حار، بارد، جمع محافظة محافظات. هنستخرج من القطعة كلمة بها مد بالألف، محافظة، ممتازين، والحرف الممدود الحاء. كلمة بها مد بالياء، الجديد، والحرف الممدود الدال. كلمة بها لام قمرية، الوادي، الجديد، ممتازين. طب وكلمة بها لام شمسية، الصحراء، ممتازين. كلمة بها شدة، حار، ونوعها شدة مض، موما، تنوين، صيفا، تنوين بالفتح. اسم مصر. طب وفعل، تقع. وبكده هنكون خلصنا درسنا النهاردة،